الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية تنظيف العين من الأوساخ في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية تنظيف العين من الأوساخ علامة على المخاوف الاجتماعية. تنظيف العين من الأوساخ في المنام هو علامة على العنف والمشاكل التي ستكون في حياة الشخص الرائي. حلم تنظيف العين من الأوساخ في المنام علامة على أن لديه مهارة في حل الخلافات. إن كان الشخص يعاني من اضطرابات في حياته ويرى أنه ينظف الأوساخ من عينه، فهو علامة على صلاح أحواله وصبره على البلاء. إذا رأى الشخص أنه يرى العين البيضاء في الحلم فهو علامة على الحزن والضيق لصاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أن عينيه أصبحت بيضاء فهو علامة على فراق شخص عزيز عليه بالموت أو السفر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة في المنام زوجها يطلقها ورأى الشخص عينيه بيضاء فهو علامة على اشتياقه إليه. رؤية العين البيضاء في المنام وبعدها اختفى البياض مرة أخرى علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عليه. رؤية بيضاض العين في المنام علامة على اشتياقه لشخص عزيز عليه. إذا رأى الشخص أنه أصيب في بياض العين في المنام علامة على الحزن والأذى الذي يشعر به الشخص. بيضاض العين في الحلم يدل على انفراج الهم والأحزان، والله أعلى وأعلم. رؤية إفرازات العين في المنام هي علامة على غنى الشخص الذي رأى الحلم. إذا رأى الرجل إفراز العين في المنام يدل على المال الذي سيحصل عليه. رؤية إفرازات العين في المنام للحامل علامة على اقتراب الولادة لها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل خروج إفرازات من العين علامة على سهولة ولادتها. القيح من العين في المنام علامة على ابتعاده عن الحق وابتعاده عن الدين. القيح في العين في المنام علامة على الغنى. رؤية القيح في العين في المنام رؤية القيح في العين علامة على عمى صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام القيح للعزباء علامة على قلة وعيها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.